السلام عليكم ورحمة الله. تقرع أجراس الانتظار معلنة فترة جديدة من التوتر في كثير من البيوت الليبية، فقد حان موعد الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية، رحلة تحمل على متنها أحلام كثير من أبنائنا وتبحر في بحر من التحديات والمراجعة المكثفة. نتابع اليوم مشاهدينا معا هذه اللحظة الفارقة في مسارهم، ونسلط الضوء على كل ما يخص امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا، متمنين لجميع الطلاب التوفيق والنجاح. في هذه الحلقة مشاهدينا نتحدث عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية التي سوف تكون يوم الغد الأحد بإذن الله، نتمنى للجميع التوفيق. ضيوفي في هذه الحلقة الدكتور محسن الكبير، وكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات ورئيس اللجنة العليا للامتحانات على مستوى الوزارة. أهلا بك دكتور محسن. ومعي أيضا الأستاذ سالم البوري، أستاذ محاضر في الإرشاد النفسي من مصراتة عبر استديوهاتنا. ومعنا أيضا الأستاذ عبد الله بن حسين، المفتش التربوي وخبير مادة اللغة الإنجليزية من مدينة مصراتة. أبدأ بك دكتور محسن الكبير، يعني اليوم ونحن على أعتاب امتحانات الشهادة الإعدادية، الامتحانات هي إعلان لاختتام عام دراسي حافل، كيف تقيمون انتهاء هذا العام، وهل كان أفضل من الأعوام السابقة أم لا؟ نعم أخي الكريم، في البداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. بالتأكيد هذا العام الدراسي بدءا بانطلاقته في شهر سبتمبر، في بداية شهر سبتمبر، كان أفضل من سابقه من حيث توفر المساحة الزمنية الملائمة لتنفيذ البرامج، مع أن صادفت هذا العام الكثير من العطلات، ولكن كانت هذه العطلات بحكم البداية المبكرة للعام الدراسي لم يكن لها ذلك الأثر الكبير. وصلنا إلى شهر إبريل واختتمت كل المقررات الدراسية وفق الخطط الموضوعة، وكان حقيقة الأمر العام الدراسي من حيث تنفيذ المقررات الدراسية والخطة الدراسية بكاملها، مع ما صاحبها من أنشطة متنوعة في كل المجالات الحقيقة، في المجال الرياضي وفي المجال الثقافي وفي المجال المنهجي. تمكننا بحمد الله وبفضل الله أن احنا ننهي هذا العام الدراسي ونصل إلى المرحلة التتويج كما ذكرت حضرتك لامتحانات النقل التي انتهت بالأمس، ونشرع في امتحانات الشهادة العامة يوم غدا الأحد بإذن الله. نعم. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور محسن، ربما نسبر أغوار نقاط كثيرة جدا في الامتحانات الشهادة الإعدادية والتجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية. أتحول إلى الأستاذ سالم البوري المحاضر في الإرشاد النفسي. أستاذ سالم، يعني أنت كان لكم محاضرات ألقيتموها على الطلاب في توجيههم، ولاحظنا أنكم توجهون الطلاب في استخدام التهيئة النفسية بداية، ومن ثم استخدام طريقة التضليل. ربما كانت هناك صعوبات للطلاب مع هذه الطريقة الجديدة الحديثة. السلام عليكم استاذ معتصم. امسيه طيبه ليك ولضيوفنا الكرام. بدايه احييك وحيي القناه الموقره. طبعا مما لا شك ان الامتحانات حتجرى في بيئه اخرى، بيئه بعيده عن البيئه المدرسيه، ان طلابنا في المدارس حينتقلوا الى لجان اخرى، ومدرسين يعني في اللجان حيكونوا من خارج المدرسة، فبالتأكيد يعني تختلف عليهم الأجواء، ولابد من تهيئتهم تهيئة نفسية وإعطائهم النصائح والإرشادات اللي هي تهيئهم أن يكونوا وندعموهم نفسيا باش يكونوا يؤدوا امتحاناتهم بشكل طبيعي. نعم. طيب أستاذ عبد الله بن حسين، أنت المفتش التربوي وأيضا خبير في الامتحانات ولك خبرة طويلة في الإعداد للامتحانات، كيف تمت هذا العام التهيئة والتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة مصراتة هذا العام؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البداية يعني كانت فيه
عدة نقاط وضعتها لجنة الامتحانات أو مكتب الامتحانات مصراتها ومع التنسيق مع التفتيش التربوي والتعليم بالبلدية، فكانت خطوات يعني ملموسة جدا. بنحكوا عليه الامتحان النهائي هذا للشهادة الإعدادية أو المرحلة الإعدادية، تهيئة الطالب شيء مهم جدا، واللجان إن شاء الله وزعت على مختلف المدارس، وقاموا عدة لجان بتوزيع المهام عليهم، والحمد لله. يعني بالنسبة للمراحل الأولى أعتقد أن حتى في مراحل النقل كانت استعدادات جيدة، وكانت فيه الكثير من مجهودات من مدارس الحقيقة، ومجهودات حتى مجهودات تشكر، مجهودات خاصة جدا. يعني بعض المدارس زرتها حتى شفتني بعض المدارس وبعض اللجان، وعمل يشكروا عليه جدا يعني. نعم. طيب بالعودة إليك دكتور محسن، يعني ملاحظاتك عن الأخطاء والعراقيل أو ما شابه ذلك في سير العملية التعليمية، يعني من نقص المعلمين، هل تابعتم بعض المؤسسات التعليمية أو المدارس لم تستكمل مناهجها؟ يعني ما هي أبرز العراقيل التي واجهتموها ولاحظتموها في المدارس والبلديات أو المراقبات؟ نعم الحقيقة لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونطرح ما تواجهنا من صعوبات في تنفيذ البرنامج، وربما أهم عنصر يتم التركيز عليه وواجهتنا في صعوبة هو وجود الكفاية من المعلمين في بعض التخصصات. عندما أقول أغلبها، عندما أقول معلم بمعنى مخرجات كلية التربية، هذا الأمر الحقيقة قطاع التربية والتعليم يعج بالمؤهلات غير التربوية، بمعنى خريجي كليات نوعية أخرى، كليات الهندسة، كليات الزراعة، هؤلاء يعني حتى يكلفون بمقررات دراسية وبمواد دراسية معينة أقرب إلى تخصصاتهم، ولكن العنصر الأهم في هذا الموضوع وهو عنصر التأهيل التربوي نفتقد الحقيقة. حتى مخرجات حاليا لم تعد هناك مخرجات كافية أو موجودة، أصبح حتى الطلاب المخرطين في الكليات أو حتى كلية التربية يتهربون من أقسام مثل أقسام الإحصاء والرياضيات وبعض الأقسام الحقيقة اللي هي فيها ندرة المعلمين، ولكنها يبدو أن ربما دسامة الدراسة فيها أو صعوبتها، فبالتالي لا توجد مخرجات تغطي هذه العجوزات، فيتم اللجوء إلى بعض التخصصات القريبة منها. ولكن كما ذكرت أن هذا الأمر يؤثر تأثير كبير على مستوى الأداء، وبالتالي يكون الدور الأكبر على التفتيش التربوي أن يتابع ويكثف المتابعة لهؤلاء المعلمين حتى يتأكد أو يطمئن إلى تحقيق الحد الأدنى من التحصيل العلمي أو من تنفيذ المقررات الدراسية وفق الطرق التربوية وطرق التدريس المعتادة. أريد أيضا أن أنوه إلى شيء مهم جدا، وهو أن احنا ركزنا بشكل كبير خلال هذا العامين الماضيين على بعض الأقسام أو بعض لنقل بعض النواحي المهمة في العملية التعليمية، وهي الفئات الخاصة من ناحية والاختصاص الاجتماعي والمرشد النفسي في المؤسسات التعليمية، كذلك اختصاص رياض الأطفال، لا توجد مخرجات تكفي، ويتم أيضا الاستعانة ببعض المعلمين لنقول ممن ليست لهم جداول دراسية حتى يستعان بهم من خلال دورات تعدها الإدارات المختصة حتى يتم تغطية النقص في هذه كلها. الحقيقة نحن نأمل بخلق خطة محكمة نتلافى من خلالها هذه الصعوبات خلال سنوات قادمة. لا يمكن حتى وإن اكتشفت هذه العراقيل أن أجد لها حل في سنة أو سنتين. الأمر يتعلق بتغيير سياسة حتى الإنخراط والتسجيل في الجامعات والكليات، حتى نستطيع من خلالها أولا
عندما يكون هناك خريجين يجدون سوق العمل مباشرة وفق الاحتياج الأكيد الموجود، ولا تتكدس لدينا مخرجات لسنا في حاجة إليها أو يتوفر منها أعداد قد لا تجد حتى فرص عمل، وبالتالي سيشكلون أيضا مشكلة. بالتالي هذا الأمر سيتم التنسيق، وقمنا بمحاولة التنسيق الحقيقة مع وزارة التعليم العالي، وهناك تجاوب كبير، ولكن لابد من خلق حافز أكيد هو اللي يعطي لحامل الشهادة الثانوية أو للحاصلين على الشهادة الثانوية عند تسجيلهم في الجامعات أن تكون الرؤية واضحة لديهم ماذا يجب أن يفعل في الكلية، وأي قسم يختاره وأي مسار دراسي يختاره حتى يضمن لنفسه مكان في سوق العمل. هذا الأمر خلال هذا العام أوكلنا إلى إدارة الخدمة الاجتماعية أن تقوم بتوجيه الاختصاص الاجتماعي حتى يعطي محاضرات ودروس وتوعية لطلاب المرحلة الثانوية، ويبصرهم على الأقل بما هو المستقبل الذي يجب أو كيف يخطط لمستقبله في الدراسة العليا بالتعليم العالي. نعم. طيب أستاذ سالم البوري، يعني النصائح التي تقدمونها للطلاب للتغلب على ما يعرف بالقلق في الامتحانات والتركيز على هدوء الطالب، أيضا يعني ماذا تطلب من أهالي الطلاب في دعم أبنائهم في هذه المرحلة الحساسة؟ يعني الأمر يتطلب إرشاد وتوعية كما قال الدكتور محسن الكبير، دورات أو دعم وإرشاد لأولياء أمور الطلاب، ماذا تقول في ذلك؟ طبعا أستاذ معتصم، أن المرحلة هذه يعني مرحلة الامتحانات زي ما قلت أنت حضرتك بداية البرنامج، أنها نقوص بين تكون تخف من الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية، أو أن تهيئة الطالب اللي هو عندهم الأسرة اللي عندها طالب ممتحن أنه يهيئوا له مكان مخصص ليه، أو أنه يشجعوه أنه يدعموه ويوفروا له المكان الملائم والمناسب، كذلك التغذية الجيدة والنوم الكافي من ياخذ قسط كافي من النوم لاسترجاع وللمذاكرة ثاني يوم أو في وقت الامتحانات، كذلك التهيئة النفسية وعدم الضغط اللي هم بعض الأهالي الضغط النفسي اللي هم بيسبوه على الطالب أكثر من الضغط المادة أو الامتحان، يعني باعتقادهم أنه هو حيرسب، أنه هو حيفشل في الامتحان، حيخفق، انه هو مثلا غير مستعد استعداد كافي للامتحان. نطلب من الاباء والامهات وهم لديهم ممتحنين انهم يخفوا الضغط النفسي على اولادهم، وانهم يعطوهم وقت كافي للمذاكره وكذلك للراحه، يعني ما يخلوش اليوم كامل للمذاكره والدراسه ضغط، ويدخل للطالب بمخاوف من اولياء الامور ومن الامهات والاباء انه هو مثلا إذا أخفق في هذا الامتحان سوف يعاقب أو يوبخ، أو يعني نعرف أن بعض من الآباء شديد مع أبناء في المعاملة. هذه الأشياء لابد من التركيز عليها، يعني أولياء الأمور لابد أنهم يدعموا أولادهم وأنهم يشجعوهم وأنهم يحفزوهم بيش يدخل الامتحان هو مرتاح أو مطمئن نفسيا. أنا في فقرة اللي هي أستاذ محسن اللي هي فقرة تضليل، أنا في البداية ما سمعتش كويس، لكن بعدين سمعت إن هو البرنامج تضليل، يعني بأغلب المدارس أو جل المدارس أو كل المدارس نقدر نقول إن قامت بامتحان تجريبي لتعويد الطلاب على التضليل باللغة العربية وبالإنجليزي، يعني بالجهتين، يعني الاعتبار أن ورقة التضليل بالعربي فيها من اليمين لليسار واللغة الإنجليزية من اليسار لليمين لتعويدهم على هذا النظام الجديد عليهم. وفي بعض حتى من المدارس ممكن حتى الامتحانات الفترة أو الاختبارات الشهرية يقوموا مرة بأكثر من اختبار بطريقة تضليل. نطلب منهم أنهم لما يدخل الامتحان الطالب أنه هو يركز في الورقة متاعه، أنه يحترم الملاحدين، يحترم اللجنة، الأدعية المطلوبة، الأذكار، يستعد للاستعداد الذهني، أنه هو المخاوف والهواجس اللي هي أنه هو بيرسب أو هن الامتحان صعب عليه، أو أنه هو اللجنة إذا كان هو مثلا ضغط عليه شوية من ناحية الضغط النفسي، يعني نعلم أن بعض اللجان فيه عندهم الشدة، يعني من الطبيعي أن من اللجان ومن مهام اللجان داخل المؤسسات التعليمية من الطبيعي بيحطوا الشخصيات اللي هم في اللجان، يعني الشخصيات اللي هم عندهم
الشدة ويكونوا كاريزما متاعهم تكون شديدة شوية. فبيستخدم العبارات ممكن القاسية بدون أو على ما أعتقد أن كل لجنة فيها مرشد نفسي وأخصائي اجتماعي زي ما تفضل حد دكتور أو فئات خاصة لمساعدة أبناء الطلاب في قاعات الامتحان. يعني لاحظ المرشد النفسي أو الأخصائي الاجتماعي داخل قاعات الامتحان أي حالة أو أي طالب عنده اضطراب أو عنده قلق أو عنده مخاوف من الامتحان يتدخل المرشد النفسي بمتابعة من رئيس اللجنة أو المراقب لتهيئة الطالب نفسيا وتشجيعه ودعمه لكي يرجع ويسترجع المعلومات وأنه هو يجاوب إجابة صحيحة بإذن الله تعالى وربي يوفق إن شاء الله. طيب على ذكر اللجان المشرفة ربما توجه للأستاذ عبد الله بن حسين هو ربما له الخبرة الطويلة في الامتحانات واللجان المشرفة على الامتحانات. أستاذ عبد الله النصائح التي توجهها للجان الامتحانات في امتحانات الشهادة الإعدادية وخاصة أنهم سيشرفون على طلاب لا يعرفونهم وسيكونوا في لجان خارج مدارسهم. نعم بسم الله. بالنسبة للجان أستاذ هذه يعني كل سنة نواجه فيها بعض المشاكل البسيطة هذه، ولكن اللجان راهو أغلبها تكون يعني عندها خبرة وعندها تعامل حسن مع الطلبة وعندها توفير بيئة الامتحان، أيضا إعطاء الإرشادات اللي قال عليها أستاذ سالم مثلا، توضيح بعض استخدامات القلم الاتش بي مثلا نوع اتش بي، عدم تضليل أكثر من فقرة أو ترك فقرات بعض الفقرات. هذا دائما اللجان المشرفة على الامتحانات تقوم بالدور هذا، واللجان أكثرها أو حسب رأيت من سنوات كثيرة إنها قائمة بعملها وفي دائما حتى العمل النفسي. أنا شخصيا عدة بالنسبة للعام الماضي والعام اللي قبله يعني عدة حالات بالنسبة للعامل النفسي مثلا أو الاحتياجات الخاصة نعامله فيه معاملة جدا حسنة وعلى حدة، وفي حتى المرشد النفسي بالنسبة للجو الامتحان تهيئة الامتحان شيء مهم كما قال أستاذ سالم من قبل الأسرة ومن قبل اللجان الامتحانات، أيضا أعضاء وقت كافي لبعض المواد، أيضا في اختلاف في مادة اللغة الإنجليزية في التضليل من ناحية يعني المواد كلها على اليمين بس أنا نشرح للطالبة مثلا التضليل على الشمال وأنه يأخذ فقرة واحدة بس. بصراحة ظاهرة الغش أيضا ظاهرة سلبية جدا في بعض اللجان وتعرضنا لها عدة سنوات، ولكن الحمد لله يعني اللجان اللي وضعت بالنسبة للأعوام الماضية كلها يعني أو أغلبها كانت في المستوى. مهام اللجان جدا مهمة أو اللجان المشرفة على امتحان أنها تكون تعطي الفرصة أن تهيئ وضع الامتحان، أن تشوف العمل النفسي للطلبة إذا كان في فقرات غير واضحة، فقرات مش في المنهج، التقارير تكتب عليهن، هذا كله موجود وسجلناه العام الماضي وكانت فيه مراسلات للجان الامتحانات وحتى للوزارة. طيب دكتور محسن الكبير ربما نقطة أود أن أقولها لك، ظاهرة الغش يعني كما أننا هناك تطور في وسائل إجراء الامتحان كورقة الامتحان هي ورقة تحمل كود معين، يعني أيضا هناك وسائل متطورة للغش، ماذا قدمت الوزارة هذا العام لظاهرة الغش؟ وأيضا نذهب أو نريدك أن تذهب بنا إلى الناحية القانونية، ماذا يقول القانون في من حاول أو قام بعملية الغش في الامتحان؟ نعم أستاذ معتصم، دعني في البداية ربما أذكر بعض الإحصائيات حتى يكون حديثنا أكثر دقة للحديث عن هذا العام. بعض الإحصائيات سواء كان بالطلاب والمكلفين بأعمال الامتحانات، هذا العام تقدم للامتحان شهادة مرحلة التعليم الأساسي 210,415 طالب وطالبة، وزعوا على 14,706 قاعة بعدد 1,418 لجنة امتحانية، طبعا في عدد 135 مراقبة أو بلدية.
كلف لهذه الأعمال كملاحظين 29412 ملاحظ، 4322 مراقب، رؤساء رجال طبعا رئيس لجنة في كل لجنة امتحانية. أيضا هناك متابع هذا العام، الحقيقة حاولنا أن نغير من طبيعة عمل المتابع التربوي، فبيكون في كل بلدية وفي كل مراقبة على عدد اللجان سيكون عدد متابعين. هؤلاء المتابعين حيكونوا يحضروا من بداية فتح المظاريف إلى حين إغفال المظاريف، ومتابعة كل الأعمال المتعلقة سواء كان بتوزيع المراحلين أو فتح المظاريف أو قفل الأوراق الإجابة. طبعا سيكون للمتابعين بطريقة التناوب، بمعنى كل يوم حيكون في لجنة تختلف عن اليوم اللي سابقه، مش حيكون المتابع نفسه في نفس اللجنة طيلة أيام الامتحان، كل يوم حيتولى المتابعة في مكان وهكذا بالمداورة. أيضا هناك 511 معلم فئات خاصة في اللجان اللي فيها طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيكون هناك 1418 مرشد نفسي، بمعنى مرشد نفسي في كل لجنة امتحانية. حيكون هناك 1418 مسعف صحي، بمعنى مسعف صحي في كل لجنة امتحانية. حراسات تعليمية من أفراد الحراسة للحماية حوالي 5672 حارس، بمعنى 4 حراس في كل لجنة امتحانية. الحقيقة أيضا تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين هذه الامتحانات، وكذلك لتوفير سيارات إسعاف ووضع ربما مراكز الصحية والمستشفيات القريبة على استعداد لأي حالات قد تطرأ مثل ما فعلنا في العام الماضي. هذا باختصار كإحصائيات. المختلف في هذا العام، طبعا نحن العام الماضي الحقيقة ظاهرة الرش الإلكتروني كانت هي المؤثر الأكبر أو ربما الوحيد في لتوسيع ظاهرة الرش، وتمكننا هناك في المركز الوطني للامتحانات فريق يعمل على حقيقة تقصي كل أوراق الأسئلة اللي تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بإمكاننا بسهولة نتعرف على أي ورقة، وتم حرمان العديد من الطلاب بهذه الطريقة. وكذلك عطلت العديد من لجان الامتحانات اللي صدرت منها وفي أعمالها هذه الأوراق اللي تسربت من لجان الامتحان. نعم. لتلافي هذا العام حقيقة مركز الوطن للامتحانات استورد أجهزة لكشف عن الهواتف الذكية، ووزعت على كل اللجان الامتحانية، بحيث أن احنا نتلافى أيضا حقيقة تفتيش الطلاب بشكل يدوي أو بشكل دون أداة أو آلة قد يربك الطالب ويجعل في توتر نفسي، وربما يخلق هناك مشكلة أحيانا قد تكون حتى قانونية، ولا نريد أن نضع الطالب في هذا الحقيقة الموقف. هناك جهاز يعبر به الطالب أو يقوم باستخدامه أحد أعضاء اللجنة يكشف عن وجود تليفون عند الطالب، وبالتالي يسلمه قبل دخوله لقاعة الامتحان. أيضا سيتم استخدام هذا الكشف أثناء الامتحان دون أن يشعر الطالب بأن هناك جهاز تفتيش عنده والله أي شيء من هذا القبيل. طبعا القانون يقول وجود الهاتف أصلا حتى مغلق داخل قاعة الامتحان يعني رش، يحرم على أثر الطالب في المادة، وإن تكرر في مادة أخرى فيحرم في جميع المواد. هذا طبعا. الجانب الآخر، نحن لم نترك أي شيء للاجتهاد، بمعنى قمنا خلال اليومين الماضيين بتعميم مهام كل عضو من أعضاء اللجنة الامتحانية بما في ذلك المتابع والمراقب والحقيقة الملاحظ ورئيس اللجنة، كل حددت مهامه بالتفصيل داخل اللجنة وتم تعميمها، وتعميم كذلك نماذج معينة لإعداد الإحصائيات والتقارير اليومية. لا نريد لأي أحد أن يقع أثناء أداء الامتحان أن يجتهد، ربما يكون اجتهاده خاطئ ويؤثر على طالب، ولا نريد أيضا البحث عن المسؤولين أثناء أداء الامتحانات لغرض الاستفسار وما إلى ذلك. كل اللجان حتكون عندها ضوابط موزعة ومحددة يشتغلون من خلالها. الأمر هذا حقيقة نحن نريد أن يكون هذا الامتحان بالفعل كما نقول عليه هو جزء من العملية التعليمية، يجب أن يكون كذلك. لابد أن تكون لدينا نتائج واقعية نستطيع من خلالها، لأن النتائج هذه لا تعني الطلاب فقط، بل هي تعني كل العناصر العاملة في وزارة التربية والتعليم بحكم تخصصاتها، أن تقرأ هذه المؤشرات وأن تضع خطط معينة حتى تطور من خلالها، سواء كان ما يتعلق بالمناهج، ما يتعلق بالاحتياج لرفع الكفاءة
عند المعلمين الاحتياج إلى ربما تغيير حتى صيغة الأداء أو طرق التدريس المتبعة. هذه النتائج تعطينا قراءات فعلا هي التي يجب أن نشتغل من خلالها. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقرر تطوير التعليم بطريقة عشوائية، لابد أن تكون مدروسة ومبنية على مؤشرات واقعية وحقيقية. عندما تنتشر ظاهرة الغش فتختل كل المؤشرات ولا نستطيع من خلالها أن نشتغل بطريقة صحيحة. كل ما نتمناه الحقيقة لجميع أبنائنا الطلاب الاعتماد على الاجتهاد فقط، عليهم بالاجتهاد وعليهم بالمثابرة. هذا كان طيلة العام الدراسي، ولكن لا بأس من التركيز أيضا في فترة الامتحانات. وكما ذكر أحد الزملاء لا يعني أن الطالب يشغل كل وقته في 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 المذاكرة وفي الدراسة وفي المراجعة الامتحان، لابد أن يكون للراحة قسط وللنوم قسط وللتغذية الجيدة أيضا كذلك. أولياء الأمور لابد أن يشعروا تلاميذهم بأن هذا حتى هذه الامتحانات هي أمر طبيعي قد لا تختلف كثيرا عن الاختبارات الشهرية أو ربما أيام الدراسة. يجب أن يمر هذا الأمر بكل أريحية لكل الطلاب ولكل أسرهم، ولا يحسسوهم بالتوتر والقلق، وهذا بالتأكيد سيكون لهم انعكاس سلبي في هذا الأمر. نحن اعتمدنا هذا العام على أن نحد إلى أبعد قدر ممكن من ظاهرة الغش، لأن شعرنا بأن هناك مجتهدين، طلاب مجتهدين لا يمكن أن نسمح بالقفز على اجتهادهم وعلى مجهودهم وعناية أسرهم وأولياء أمورهم بهم. الحقيقة انتشار الغش والقفز عليها قد يقل حتى من عزيمة الطلاب الآخرين في الاجتهاد. يقول إذا كان هناك غيري ينجح دون عناء وبالغش، فلما أنا أجتهد بهذه الصورة؟ قد يحذو نفس الأمر، وبالتالي سيكون هذا مؤثر سلبي في الحصيلة التعليمية. نعم. طيب أستاذ سالم البوري، اليوم هناك طرق لعملية المراجعة باعتبارك لسيق بالطلاب وبالمناهج وبما يقوم به الطلاب، يعني كيف يمكن أن تنصح الطلاب أن يقوموا بعملية المراجعة والمذاكرة بالشكل الصحيح كي يعني لا يخطئ الطالب أو لا يقع في خطورة أنه وقع في إشكال نفسي لم ينتهي من إكمال المنهج في ليلة واحدة، وهو بطبيعة الحال لا يستطيع أحد أن يقوم بمذاكرة المنهج جله في ليلة واحدة؟ كيف يمكن أن تقدم هذه النصيحة للطلاب؟ أولا تحية للدكتور محسن ولوزارة التعليم بصفة عامة، وفي هذا العام أستاذ معتصم أن لاحظنا جدول الامتحانات فيه أريحية كبيرة، والجدول بصراحة يعني حتى نشكر السيد مدير العام للامتحانات أنه هو أتاح فرصة لطرح الجدول قبل اعتماده في الصفحات وفي الوسائل، أنه هو أخذ آراء الناس. وشخصيا يعني درت لتاجو ويعني أخذ بأغلبية بالرأي اللي هو فيها، خلل أيام راحة والمواد الصعبة قبلها يومين عطلة تقريبا الجمعة والسبت، يعني جدول ما شاء الله يعني مناسب لطلابنا بحسب المواد وحسب صعوبتها يعني. نعم. وعندي نقطة تانية اللي هي نشكر المدرسين مواد الصف التاسع اللي هم أخذوا على عاتقهم تدريس طلابنا في الصف التاسع في جميع المدارس لأنهم مراحل النقل أو في السنوات النقل الأسئلة أو المنهج استكمل غير يعني ما استكملش، فيه المعلم هو من يضع الأسئلة على حسب وين وصل في المنهج. كذلك المراعاة يراعي الفروق الفردية، يعرف مستوى طلابه حيضع الأسئلة على مستوى طلابه. لكن اختلف الأمر في الشهادة الإعدادية أو الامتحانات حتكون عن طريق التفتيش بإعداد الأسئلة موجهين يقوموا بإعداد الأسئلة، إعدادها يراعي جميع الجوانب الفنية، الأسئلة أغلبها يعني يغلب عليها الجانب الموضوعي يغطي المنهج اللي هو المنهج كامل.
بصراحة نشكر جميع المعلمين للصف الفصول للصف التاسع لدرسوا من بداية العام لنهاية العام، هم أكملوا المنهج وأخذوا على عاتقهم تكملة المنهج، وبعض منهم يعني حتى شفنا الأيام الماضية يوم السبت يعطوا في دروس ويعطوا في تكملة المنهج يوم السبت يوم عطلتهم يوم راحتهم، نشكرهم على جهودهم المبذولة في ربوع ليبيا يعني. والامتحانات هذه يا سيد معصم أو الأسئلة أو الجو المناسب اللي هو الأسرة يعني نطلب من كل جميع الأسر زي ما ذكر الدكتور أنه يكون تهيئة تكون من الأسرة، لكن الجانب اللي هو أن الضغط على الطالب في ليلة وضحاها أنه هو بيكمل مقرر كامل في ليلة واحدة هذا أمر غير معقول غير مقبول يعني. المراجعة كانت لي من بداية العام الدراسي كان الطالب كان يستذكر وكان يراجع في الدروس أول بأول، لكن الفترة القريبة اللي هي قبل امتحانات بفترة يعني أغلب العائلات وأغلب الطلاب يقوموا بمراجعة الدروس بالفصل الدراسي، المواد يراجعها بصفة عامة وبعدين يوم صباح الامتحان أو قبل مع صلاة الفجر يصلي الفجر، والحمد لله يعني الفجر تو في مساحة كويسة بينه وبين الامتحان، يعني يقدر الطالب أن هو يراجع مذاكرة قبل الامتحان. وننبه أن مذاكرة الطلاب في قبل الامتحان بوقت قليل هذا راه أمر ليه مساوئ وليه آثار سلبية أكثر من هو إيجابي، يعني الطالب لما يكون دراسة خوف أو لأحد الطلبة أو أحد الطلاب يعني الموضوع هذا ما درسناش هذا مهم هذا مش مهم بيصير لربكة وبيصير ضغط نفسي عليه فينسى حتى المعلومات اللي هو داخل بينا واللي هو مركز عليهم. نعم. يعني أشياء واجدة أستاذ معصم أن نركز عليها في وقت الامتحانات من ضمنها زي ما ذكرنا التغذية الكويسة أخذ قسط من الراحة النوم الكافي، يعني الطالب لما يسهر لعند الفجر والامتحان الساعة 9 بيمشي قبل وقت كافي قبل الامتحان، يعني لحسب المكان اللجنة عليه بعد المسافة الزمنية يعني بعد اللجنة عليه يعني بيحاول أنه يخلي وقت للسبب الطارئ أن تأخر تأخير على اللجنة لنعلم 10 دقائق وبعدين مش هيدخل الطالب، يعني الأشياء هذه لابد أن تأخذ بعين الاعتبار من العائلات ومن الطلاب يعني. نعم. اللجان. نعم. طيب أستاذ عبد الله بن حسين، هناك من تحدث على أو طالب بتقييم المناهج الدراسية والنظام الامتحاني الحالي، يعني هذا ربما بحسب الآراء المجتمعة بأنها الوسيلة الأكثر تطورا في العالم هي التي تستخدم في ليبيا اليوم بالنسبة لطريقة الامتحان، تقييمك أنت كمفتش يعني للمناهج التعليمية وتحديدا مادة اللغة الإنجليزية اللي حضرتك خبير فيها والطريقة الامتحانية التي تجرى لهذه المادة؟ أولا أشكر الدكتور محسن الكبير على التوضيحات الهامة بخصوص ظاهرة الغش، هذه ظاهرة لها الدور الأساسي، لجان الامتحانات هي لها الدور الأساسي للحد من هذه الظاهرة من ظاهرة الغش أقصد، ولكن الدكتور وضح الكثير من النقاط اللي هي كانت غايبة علينا. أيضا نشكر وزارة التربية والتعليم على بداية العام الدراسي، أنا أؤكد على المواعيد الدكتور موسى كانت دقيقة جدا في بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات، هذه نتائج إيجابية وأرجو العام المقبل الأخذ بها وتوزيع الكتاب المدرسي أيضا فيكون في وقته. أما بالنسبة للامتحانات وتطورها بالنسبة كمادة لغة إنجليزية عندنا فيها يعني المنهج المدرسي إلى حد ما في بعض القصور أو نحكي عليه، يعني مثلا الصف الرابع كان المنهج بتاعه دسم شوية بالنسبة أيضا عندنا تأهيل المعلمين هذا كله يأثر على تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المدارس، يعني بعض المدارس ما فيهاش مدارس معلمين متخصصين، وضع الجدول المدرسي حتى هو وتوزيعه على فترات تناسب المادة أيضا لها دور، حتى هو نقص موجهين مادة اللغة الإنجليزية السنة هذه أثر كثيرا في
العملية التعليمية ومتابعة بعض المدارس. أيضا مقررات السنوات بالذات النقل، بعض المدارس في النقل بعضهم لا يكمل المناهج، وهذا خطأ كبير. هذا يؤثر حتى زي مثلا الثاني إعدادي أو الثامن ما يكملش المنهج، التاسع يترتب عليه. فلذلك تكملة المناهج في مراحل النقل شيء مهم في مادة اللغة الإنجليزية. توفير معلمين يعني مؤهلين في مادة اللغة الإنجليزية شيء مهم. أيضا وضع الجداول بتوزيع جيد، أيضا الكتاب المدرسي في موعده، هذه جوانب هذه يجب أن نهتم بها في تطوير خاصة مادة اللغة الإنجليزية وجميع المواد. نعم. طيب دكتور محسن الكبير، كان هناك رسالة وجهتها اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة في اجتماعها الأول اللي حضرتك رئيسها، وجهت رسالة للمعلمين ومهام المراقب، لو تلخص لنا هذه الرسالة. نعم، حيث كما ذكرت كل المكلفين بأعمال الامتحانات لكل مهمة معينة، ولا يتم التداخل في هذه المهام، ولا يتم أيضا إهمال دور معين أو عمل معين يسند إلى أحد. مراقب الامتحانات مسؤول حقيقة عن أولا هو مراقب لكل القاعات، يعني بمعنى لسير أعمال الامتحان والمحافظة على تهيئة الأجواء الجيدة في قاعات الامتحان، أيضا متابعة عمل الملاحظين من حيث الملاحظين الحقيقة لا يجب أن يكونوا في داخل القاعة في ناحية واحدة ويتبادلون الحديث ربما، أو يحدثون نوع من الحقيقة الإرباك في القاعة الاجتماعية الامتحانية. أيضا من دوره أيضا متابعة فتح المظاريف وإغلاق المظاريف وحضور كل هذه الأمور. حدد عدد المراقبين في كل لجنة بحسب عدد القاعات اللي موجودة. إضافة للمراقب هناك كما ذكرت أنا هناك متابع، هذا المتابع كل العمليات لها علاقة بالامتحان يجب أن يلاحظها ويحضرها ويعد فيها تقرير مفصل معد كنموذج، ملزم أن يعطي المعلومة ويمهرها بتوقيعه بمسؤوليته. الحقيقة نحن في هذه السنة حاولنا بقدر الإمكان أولا كما ذكرت أن نوفر المناخ المناسب للامتحان، وكذلك أن نوفر على كل العاملين في هذه الامتحانات كي يثبت أمانته وإخلاصه في هذا الامتحان. للأمانة نحن أيضا وجهنا بأن كل من سبق له اللي حال على التحقيق أو إحداث خلل أو مخالفة في الامتحانات استبعد هذا العام من أعمال الامتحانات. كذلك حوزهنا رؤساء اللجان المركزية اللي هم مراقبي التربية والتعليم بإسناد مهمة الملاحظة والمراقبة لمعلمي الجداول. بمعنى ليش معلمي الجداول؟ أولا لأنهم خلال العام الدراسي كانوا على تواصل مع الطلاب وعلى نفسيات الطلاب، وربما يشكلون ريحية حتى مع الطلاب كما ذكر أحد ضيوفك أن ربما الطالب قد يكون أمام لجنة إشراف ومتابعة هم غرباء عليه في المدرسة، ولكن نحن نريد أن يكون الطالب ليس بغريب عن الملاحظ والمراقب، بمعنى يعرف نفسية الطلاب ويعرف خلال العام الدراسي الظروف وكل ما دار في الأيام الدراسية، وبالتالي يكون قادر على تهيئة المناخ المناسب ويعطي الفرصة الكاملة للتلاميذ والطلاب أن يؤدوا امتحاناتهم. الحقيقة السيد سالم باغتنا الحقيقة بتحية السادة المعلمين خلال العام الدراسي، كنت أحتفظ بهذا الأمر لختام الحلقة. بالتأكيد لا يفوتنا الحقيقة أن نتقدم بكل الشكر والتقدير للمعلمين ومعلماتنا، وعلى الأقل نحن نعي تماما الظروف اللي يشتغلوا فيها، الظروف سواء كانت اجتماعية سواء كانت حتى مهنية. عدد كبير من المعلمين كما ذكرت أسندت إليهم جداول ربما ليسوا مؤهلين تربويا كي يؤدوها، ولكن ومع ذلك اجتهدوا واشتغلوا واستطاعوا أن يكملوا هذا العام الدراسي على وجه طيب. لهم كل التحية وكل التقدير. أيضا نعول عليهم
نحن هذا العام نرفع شعار لا للقفز على مجهود الطالب، لا للقفز على الطالب المجتهد. نحن جميعا نرفع هذا الشعار ونتحمل مسؤوليتنا فيه، ونتحمل كل ما وراءه من ربما لا أقول مخاطر، ولكن عدم رضا ربما من البعض عن أداء الامتحانات بالصورة الصحيحة. نحن عازمون الحقيقة على أن نحد من هذه الظاهرة السيئة الخبيثة، ظاهرة الغش. وأسوأ ما يكون عليه أن يكون من أوكلت إليه هذه المهمة وأؤتمن على هذا الأمر أن يخون الأمانة وأن يساعد طالب على الغش، أو أن يهمل دوره ولا يعي بدوره ولا يعي بخطورة هذا الأمر. هذا الأمر يؤثر على المجتمع بأكمله على المديين القريب والبعيد. هذا الأمانة من يعتقد أنه سيساعد على الخراب ولا يساعد على النجاح. نعم. حقيقة الأمر يجب أن يعي كل من يكلف بالامتحانات أن هذه المساعدة هي مساعدة سلبية تهلك المجتمع وتؤثر على المجتمع بكامله، وتجعلنا في مصاف الدول المتخلفة، الدول التي ليست لديها خلينا نقول ناس مبدعين مبتكرين بحاث. هذا كله ظاهرة الغش والمساعدة عليها ستجعلنا مجتمع فاشل، مجتمع ليس لدينا أي مقومات للحياة بين المجتمعات. المجتمعات تتطور بالبحث العلمي وبالاجتهاد وبالمثابرة، ولا تتطور بالغش. نعم. الأمانة أنا أوجه رسالتي لكل معلم، لكل من كلف بهذه الأمانة، أن يتقي الله في هذه الأمانة. سنحرص على أن تكون هذه الامتحانات فيها كل الظروف المهيئة للطالب أن يمتحن بشكل جيد، ولكن في نفس الوقت لابد أيضا أن نهيئ الظروف الجيدة للطالب المجتهد كي يبرز اجتهاده. نعم. طيب أستاذ سالم، يعني أريد أن أدخل معك في أن فيما تبقى لي من وقت هذه الحلقة، في أن ظاهرة الغش وأنها يعني يلقى لها توصيف مغلف بأنها مساعدة، هذا من جانب. من جانب آخر أنها تؤثر سلبا حتى على الطالب المجتهد. يعني منوجه رسالة سبعتصم لكل ملاحظ وكل مراقب وكل رئيس لجنة وكل ولي أمر أنه هو ينبه ابنه. يعني بعض من حتى من ما نسمي يعني نقول مثلا نقول حالة غش يعني أو مساعدة داخل القاعة من بعض الملاحظين أو الملاحظات هو عبارة عن تضييع حق الطالب. يعني لما نقول الطالب عنده نضع الثقة في النفس، يعني ولي الأمر ينبه ابنه أنه هو يخلي ثقة في نفسه، أنه هو متأكد من إجابته ما يغيرش الإجابة، أنه هو مستعد طيلة العام الدراسي، مستعد في يعني في بالمنهج. لما يدخل الامتحان ما خليش الملاحظة، ما خليش اللي هم من يعتقدوا أنه بيساعد الطالب أنه هو يغير ما تم إجابته. لأن يعني بعض الطلبة يقول لك والله جاوبت صحيح، لكن لا للأسف يعني بعض من الملاحظين يقول لك لا الإجابة غير صحيحة أو غير الإجابة أو ما هذه غير مش الإجابة الصحيحة. يعني فنوجه رسالتي لأولياء كل ولي أمر أنه ينصح ابنه الابتعاد. يعني عندي الطالب يفش يعني يرسب لسمح الله ولا ينجح بالغش، لأن زي ما ذكر الحضر الدكتور أن رأوا الغش ما يبنيش مجتمع، ما يبنيش دولة. الطالب لما يكون يعني الامتحان هو محصلة لما فهمه الطالب خلال العام الدراسي، يعني مش بالضرورة أن يجيب معدل كويس ومسكر الدرجة بالغش. يعني أعطيني الجهد متاعي، أعطيني المحصلة متاعي بما درسته وما استفدت منه من خلال العام الدراسي، ما يؤهلني إلى ندخل معهد الفنية أو التنويات وما نكونش يعني ناجح بالغش وبامتياز. يعني نعم. نصيحة لكل طالب إنه هو يستعد جيدا قبل الامتحان، وإنه هو يبتعد عن الغش قدر الإمكان، وإنه هو راه العمل زي ما تفضل الدكتور إنه في أجهزة حتى بالنقلات أو داخل الساعات الذكية وكذا، كلها هذه الأشياء ممنوعة منعا باتا. يجب على كل طالب أن يستعد وما يضيعش الوقت في يعني الاتجاه الآخر، يعني طيب. إنه هو يستخدم الغش. يعني
نعم. ونصيحة أيضا لكل ملاحظ أو كل مراقب إنه هو يساعد الطلاب بقدر الإمكان من ناحية التهيئة النفسية، من ناحية توفير مثلا المياه الباردة. طيب. توفير الجو المناخ المناسب والجو المناسب، ومش بحساب الطالب الجيد أو الطالب. نعم. الكويس. طيب أستاذ عبد الله، أيضا في دقيقة كيف يمكن أن توجه رسالة لأبنائنا الطلاب والملاحظين في هذه الحلقة؟ أولا أنا عندي نقطة تعقيب على الدكتور. عسنا بالنسبة للمدرسين مادة اللغة الإنجليزية ومعلمين مادة اللغة الإنجليزية ضروري من التخصص، ففي بعض التوزيع الغير عادل في بعض من قبل مراقبات التعليم. يعني عندنا بعض المدارس فيها تكدس في اللغة الإنجليزية وبعضها يعاني من نقص. هذا بصراحة هذه بالنسبة لهذه. أما لأبنائنا الطلبة أتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأتمنى للجان المشرفة على الامتحانات التوفيق، ولكن الرجاء عدم التدخل في أوراق الطالب أو مساعدة الطالب على حساب طالب. الرجاء من الموحدين والمراقبين إن هذيما لأولادنا هذيما زي بعضهم كلهم. وشكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك أستاذ عبد الله بن حسين، مفتش تربوي وخبير مادة اللغة الإنجليزية، كنت معي من مصراتة. أشكر أيضا الدكتور محسن الكبير وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات ورئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة بالوزارة. شكرا لك أيضا أستاذ سالم البوري الأستاذ المحاضر في الإرشاد النفسي، كنت معي من مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة. نتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلاب لانطلاق امتحان الشهادة الإعدادية، ودمتم بألف خير.